تالت اللي هو بتاع الركبة، والحقيقة الجزء دوت مهم جدا بالنسبة للناس اللي هم مش جراحين، لأن معظمه في شغل في العلاج الطبيعي والطب الرياضي والروماتيزم ومش عارف إيه والكلام ده كله. ف أنا الفترة اللي فاتت ديت محتك بيهم أوي أوي، وبدرس في كل اتجاه شوية، وعملت مجموعة من الكورسات هنا جوه مصر وبره مصر، فكانت النتيجة إن إحنا يعني ظبطنا الموضوع ده بحيث إن إحنا نوصل لك القدر الكافي من المعلومات اللي تهمك في الحتة دي. الباتيلو فيمورال جوينت من الجوينتس المهمة جدا، والباتيلا نفسها يعني زمان في الطب علمونا قال لك الباتيلا عشان تخلي الركبة شكلها حلو، ولما تشيل الباتيلا تلاقي الركبة أجلي كده ومش عارف ايه. طبعا هذا الكلام يعني مش بتاع ربنا. ربنا خلق الإنسان في أحسن صورة وجميل وكل بس كل حاجة متركبة عندك فيها وظائف خطيرة جدا جدا. فإحنا دولت شوية الحاجات اللي إحنا عاوزين نعرفهم، إيه هي الباتيلا ألتا وباجا وكوندور ماليشيا والكوادريسيبس، امبنجمنت سيندروم والباتيلر فريكشن سيندروم، باتيلر انستابيليتي، باتيلر والكوادريسيبس تندون ليجنز، والبري باتيلر برزايتس، والساينوفير باثولوجي، اوستيوكوندرال ليجنز، والبون مارو ليجنز. باتيلا الطا او باجا يعني مش موجوده في مكانها، لو طلعت لفوق تبقى الطا، لو نزلت لتحت تبقى باجا. اي حركه في الباتيلا بتبوظ الارتيكولار كارتريج وتعمل كوندروماليشيا باتيلا. زمان كان في قياس للباتيلا انك انت تقيس طول الباتيلا وبعدين تقيس من اول الباتيلا لحد التيبيا يطلع المسافتين قد بعض. لو المسافه الحمراء ديت طويله يبقى باتيلا الطا، لو المسافه الحمراء قصيره يبقى باتيلا باجي. لكن دلوقتي في قياس تاني انك انت بتقيس الباتيلا وتقيس الباتيلر تندون. المفروض ان الباتيلر تندون يكون مره وتلت قد الباتيلا، مره وتلت قد الباتيلا. لو افترضنا ان الباتيلر تندون اكبر من مره وتلت، يعني مره ونص مرتين، يبقى معنى كده ان الباتيلا طلعت لفوق يبقى باتيلا التا، لو نزلت لتحت تبقى اسمها باتيلا باجا. زي ديت كده الباتيلا نازله لتحت والباتيلا تندون قصير، ودوت معروف قوي في الناس البوليو والاكوندروبليزيا والناس اللي عندها جوفينايل روماتويد ارثرايتس. المفروض ان الباتيلا تكون هنا عن قصاد الفيمورال كوندايل عند التروكلير جروف. لما تكون قصاد الارتيكولار سيرفيس او تكون قصاد الجوينت سبيس معناها ان هي نزلت من مكان. ودوت مثال لباتيلا باجا، الباتيلا اللي تحت قوي والباتيلا تندون قصير قصير جدا. في جميع الاحيان الالتا والباجا بيبوظ الارتيكولار كارتريج بتاع الباتيلا ويعمل كوندروماليشيا باتيلا. الباتيلا ممكن تكون في واحدة باتيلا صغيرة تانية اسمها بايبارتايت باتيلا، ودوت مختلف تماما عن الباتيلا فراكشر. الفراكشر بيكون الكورتكس الريجولار، بيكون ما فيش بون سكلروزز، ممكن يكون في ديسبليسمنت، يكون في بون مارو ديما، كل الكلام دوت معروف. لكن بالنسبة للبايبارتايت باتيلا بيكون باتيلا طبيعية جدا وجنبها واحدة تانية صغيرة، والكورتكس سكليروتيك وانتاكت، مفيش ساينز اوف تروما ومفيش هيستوري اوف تروما. الارتيكولار كارتريج بتاع الباتيلا يحتوي على ميه، والميه بتكون سودا في التي 1 وبيضه في التي 2. الارتيكولار كارتريج ليه تخانه معينه، المفروض لو التخانه ديت قلت يبتدي موضوع الكوندروماليشيا يحصل. فاحنا عندنا اربع درجات من الكوندروماليشيا.
الدرجة الأولانية إن يكون في فيشرز يعني شقوق في الارتيكولار كارتريج. الدرجة التانية إن الارتيكولار كارتريج partial loss of thickness يعني بقى أرفع من الطبيعي. الدرجة التالتة إن مفيش articular cartilage خالص. الدرجة الرابعة إن البون اللي تحت الارتيكولار cartilage ابتدى يحصل فيه changes. يبقى دوت جريد 1 وده جريد 2 وده جريد 3 ودوت جريد 4. فلما يكون في شق في الارتيكولار cartilage ده هو يعتبر جريد 1. لما يكون في شق زي اللي انت شايفه دوت كده موجود في الارتيكولار كارتليج يبقى دوت جريد 1 كوندروماليشيا بتاعي. الفحص دوت اسمه ماجنتايزيشن ترانسفير واحد البارك سيكونسز المهمه جدا في الكارتليج. يعني لو احنا الارتيكولار كارتليج بتاع الباتيلا او بتاع الفيمر او التيبيا مهم بالنسبه لنا في الاسسمنت يستحب ان يكون هذا البارك سيكونس موجود ضمن البروتوكول، وهو بياخد وقت طويل شويه من 6 ل 10 دقائق لكنه بيطلع الارتيكولار كارتريج بصوره واضحه جدا 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 في حين بيعمل ماسكينج لبقيه الاناتومي بتاع الركبه. ولو قلت للفني هيبقى هو عارف كويس قوي موضوع الماجنتيزيشن ترانسفير. هنا الارتيكولار كارتريج رفيع اللي هو على الميديال اسبكت اوف ذا باتيلا وعنده فيشر زي ما انت شايف كده and this is chondromalacia. رقم ثلاثة ان هو تقريبا total loss of thickness multiple fissures يعني grade 3 chondromalacia باتيلا. نورمالي وانت في الساجيتال ايمج المفروض تشوف الباتيلا لما تشوف الكروشيت، لكن لو انت شفت الباتيلا عند اللاترال منسكس يبقى معنى كده ان الباتيلا متحرفه لاتر. في جميع الاحيان الباتيلا بتتحرف لاتر، الباتيلا ما بتروحش ميديال خالص، الباتيلا بتروح على اللاتر الاسبكتوم اسمها لاترال باتيلا سبلكسيشن. طبعا من غير الساجيتال في الاكزيال بيبقى واضح ان الباتيلا المفروض تكون ليها علاقه بالتروكلير جروف، لكن هي دلوقتي متحركه كده. اي حركه في الباتيلا فوق تحت لاترال بتبوظ الارتيكولار كارتريج وتعمل كوندروماليشيا باتيلا. هنا الباتيلا بتستقر في مكانها لما يكون التروكلير جروف عميق ويقدر يستوعب الباتيلا، ولما تتني بتفرد ركبتك بتطلع في الجروف وتنزل. لكن لو كان الجروف شالو او مفيش جروف اصلا خالص فالباتيلا وهي بتتحرك بتتشد، بتتشد بالكبير بالتخين اللي فيهم اللي هو اللاترال باتيلا ريتناكيلا. اللاترال ريتناكيلا اجمد وادخن من الميديا، فلما تحرك انت تفرد وتتني ركبتك تروح اللاترال ريتناكيلا شدها على بره، فيحصل اللي هو اسمه لاترال باتيلر سبلكسيشن سيندروم او بيسموه لاترال باتيلر كومبريشن سيندروم. هما الحاجتين حاجه واحده. ان يعني سي ده باتيلا عند اللاترال منسكس في الاكزيال ايمج ان شايف انت الباتيلا خارج من الانتركوندايلر من الفيمورال جروف ومتلحلح شويه towards the lateral aspect. في حاجه اسمها الكيو انجل وديت انجل مهمه جدا بالنسبه للناس بتوع العلاج الطبيعي. الكيو انجل بتتقاس في الستاندنج بوزيشن انك انت بتعمل اكس راي يشمل البلبس والركبه وتيجي في نص الباتيلا بالظبط وتعمل خط، وبعدين من نص الخط دوت توصله بالانتيرير سوبيرير اليك سباين وتقيس الزاويه ما بين الاثنين. المفروض ان الباتيلا لو كانت مسلحلحه كده او كده هي دايما تتلحلح لبره فالزاويه هتكون اكبر من الطبيعي، لكن الزاويه الطبيعيه في حدود 15 درجه وعند الستات اكتر شويه لان البلفس عند الستات عريض حبتين، فالانتيريور سبير ليك سباين بتكون طالعه لبره شويه وبالتالي الزاويه بتاعه الكيو بتبقى اكبر حبتين. ايه فايده الكيو انجل لما تكبر او تبقى شكلها طبيعي؟
بيدي لك فكرة عن وظيفة الساي ماسلز، هل بتشتغل كويس ولا لا. كل الكلام ده بالنسبة للعلاج الطبيعي مهم جدا. ازاي الباتيلا بتمشي في الجروف بتاع الفيمر، بتطلع في مكانها ولا بتحدف، ولا بتحدف لبره، واذا كانت بتحدف لبره فالكيو انجل ديت هتبقى مور وايد. في بعض الاحيان بيكون في حاجه اسمها باتيلر انستابيليتي، كل لما تتني ركبتك تخرج الباتيلا من مكانها تبقى لاترالي كده. بيقولوا انها مور كومن في الستات اللي هم الرياضيات، اللي هم دلوقتي منتشرين طبعا في كل مكان، والرياضة الحريمي بقت يعني هي في المقدمة الحمد لله، ودوت طبعا أكيد من علامات التقدم والرقي واللي أنت فاهمه. الانسيدنس 40 كل 100,000، ودولت الحاجات اللي بتستابيلايز الباتيلو فيمورال موفمنت، منها الكوادريسبس، منها ان التروكيلر جروف يكون عميق، ان اللاترال اسبكت اوف ذا تروكليا زي ما انا هوري لك دلوقتي، واللاترال باتيلر ريتيناكيلر. ايه الاسباب بتاعت الباتيلر انستابيليتي؟ حاجات فاريشنز، كان التروكليا يحصل فيها ديسبليزيا، وفي منها انواع كتيره بس انت ما تشغلش بالك بالموضوع، او ان الباتيلا تكون لفوق، او ان هي تكون ما فيها لاترالايزيشن يعني، او ان يكون في جينوريك ريفيتام اللي هي ذا هايبر اكستندد ني، او بعض الحاجات اللي مصحوبه بالليجمنتس لاكسيتي زي سندروم مشهور اسمه اهلر دانلوس سندروم او المرفأ. في الحاجات ده هي بتكون الباتيلا محذوفه شويه لبره اسمها لاترال باتيلر ديسبليزم. اما لو الباتيلا بقت على جنب الركبه دوت اسمه لاترال باتيلر ديسلوكيشن زي اللي انت شايفه كده. الباتيلا ما بتمشيش الا لاترال، ما بتمشيش الا توورس ذا فيبيولا مهما كان التروكيلر جروف. وفي بعض التروكيلر ديسبليزيا تلاقي اللاترال اسبكت دوت عالي جدا، اعلى من الميديان، ومع ذلك الباتيلا تقفز من فوقيه وتروح على اللاترال اسبكت. دولت التروكيلر ديسبليزيا تايبس، وانت مش مفروض انك تعرفها يعني، ما تثبتش قوي في الحته ديت. خلاص ثبت بقى وصور بالتليفون بتاعنا. طيب دوت التروكليا العادية، ودوت مفيش تروكليا، فلات، وده هو شالو يعني ما هياش عميقة شوية، ودوت اسمه كليف يعني اللاترال اسبكت. بص اللاترال اسبكت عالي جدا ازاي، برضو الباتيلا تحدف في الناحية التانية، وده هوت اللاترال اسبكت اوف ذا جروف اعلى من الطبيعي، ولكن ده بيبقى كمان مسلطح كده وفي زاوية ما بينه وما بين الميديال اسبكت بتاع الجروف. لما يتقطع الميديال روتناكيلا اللي هي كومن اللي بتتقطع اكتر من اللاترال، الباتيلا بتتحدف لبره. هنا التروكليا تقريبا فلات ما عندهاش حفره، الميديال روتناكيلا مش موجوده، بحيره ميه موجوده حوالين الباتيلا. الحفره بتاعت التروكليار جروف بتتقاس بالطريقه دي، انك انت تجر خط عند الحروف بتاعتها وبعدين تسقط عليه عمود وتقيس العمود ده، هو المفروض انه يكون 3 مللي فما اكتر. لو كان اقل من 3 مللي يعتبر الباتيلر جروف شالو. فلو جريت انت خط كده وبعدين اسقطت عليه عمود من الايبكس وقست الخط دوت، المفروض يطلع اكتر من 3 مللي. في زاوية تانية بس برضو انت ما تتبتش فيها قوي، اللي هي تجر خط مماثل للكوندايل اللاترال والميديال وتقيس الزاوية ما بينهم، ده هو النورمال ابيرنس اللي هو من 125 ل 145. لو زاد عن 145 معنى كده ان الجروف شالو، لو ما بقاش في زاوية اصلا خالص يبقى معنى كده ان الجروف فلات. And this is lateral dislocation of the patella، ده الناحية اليمين ودوت الناحية الشمال.
ودايما تبقى عارف ان اللي بيجر الباتيلا لاترالي غالبا هو ده لاترال ده لاترال باتيلا ريتيناكيولا نتيجة الضعف المعروف في الميديال ريتيناكيولا. نيجي بعد كده للكوادريسبس والباتيلا تنر. الكوادريسبس هو اللي ماسك في الباتيلا من فوق، والباتيلا تندون هو اللي ماسك في الباتيلا من تحت. عندنا يا اما كومبليت تير يا اما بارشال تير يا اما اكيوت او كرونيك تندنايتس واسجد شلاتر ديزيز عند التيبيال توبروست. كومبليت تير الكوادريسبس تندون من التندونز القويه جدا اللي محتاجه سيجنيفيكانت تروما علشان تتقطع، ولكن التندون دوت ممكن يتقطع لوحده في السيستميك ديزيزز اللي انا هقول لك عليهم بعد شويه. ايه علامه الرابشر؟ كلينيكالي لما تحط صباعك كده تلاقي حفره اللي هو مكان الديفكت بتاع الكوادريسبس تندون. في الايميجنج هتلاقي الكوادريسبس تندون وفي حفره والحفره مليانه بالميه، وطبعا التندون بقى سوولن نتيجه الاديما والهيموج. طبعا لو الكوادريسبس تندون اتقطع الباتيلا هتنزل لتحت، ولو الباتيلا تندون اتقطع الباتيلا هتطلع لفوق، ده شيء طبيعي. ف ديت ما بيتقالش عليها قلطة ولا باجة، لكن ده يعني associated finding ان الكوادريسبس تندون ruptured وان في مسافة ما بينه وما بين الاتاتشمنت تو ذا سوبيريور اسبكت اوف ذا باتيلا، وفي fluid signal وإديما وكونتيوجن عند المكان بتاع الرابشر. وفي الاكس راي كل اللي تقدر تقول عليه ان this is باتيلا ايه؟ باجة، باتيلا باجة يعني نزلت لتحت شوية. And this is the normal appearance of the quadriceps tendon والappearance of the patella والattachment بتاعه ليه ان يكمبير مع اللي مقطوع. ممكن الكوادريسبس يتقطع idiopathic يعني من غير سبب واضح، وده عند الناس دول اللي هم عندهم systemic lupus او gout او chronic renal failure او rheumatoid او hyperbara او diabetes، وبيكون غالبا القطع bilateral لان دوت سيستميك ديزيز بيضعف التندون الشمال زي اليمين بالظبط. فتلاقي ده النورمال كوادريسبس تندون وده الكوادريسبس تندون وهو مقطوع عند الباتيلر اتاتشمنت وفي ميه موجوده عن السايد بتاعه. ده بايلاترال رابشر اوف ذا كوادريسبس تندون في واحد يوريميك عنده كرونيك رينال فيلير، ودوت احد الاسباب اللي ممكن تخلي الكوادريسبس يتقطع بايلاترالي من غير history of trauma. This is the normal quadriceps tendon وده الكوادريسبس تندون المقطوع، في مسافة ما بينه وما بين الباتيلا وفي إديما وكونتيوجن حواليه. بما إنه هو من التندونز الكبيرة لو اتقطع بوست تروماتيك هيعمل هيمارثروزس يعني هيعمل هيموريج inside the joint. هتلاقي discontinuity of the fibers زي ما انت شايف كده. المفروض ان complete tear هيبقى يتصلح في خلال يومين. نفس الحكاية الكوادريسبس مهم جدا في لعيبة الكرة وبالتالي لازم يتصلح بسرعة، واشهر مكان بيتقطع فيه هو المكان بتاع اتصاله بالباتيلا على طول. في بعض الأحيان يبقى التندون تخين وجواه سيجنال رمادي دوت اسمه تندينوزس. التندينوزس معناها ديجنريشن within the tendon، ودوت بيحصل في الكوادريسبس وبيحصل في الباتيلر وبيحصل في الـ ACL زي ما قلنا وبيحصل في الـ PCL برضو الديجنريشن دوت اللي هو ميكويد ديجنريشن أو اسمه تندينوزس. المفروض التندون الطبيعي بيكون أسود زي كده. مكتوب في الكتب ان الكوادريسبس تندون مش المفروض يكون جواه اي ابنورمال سيجنال يعني يكون حبل اسود، لان ذس از رونج. لو انت بصيت على جميع الركب اللي فيها الكوادريسبس سليم هتلاقي جواه خط او اتنين ابيض بالذات في التي 1 لان دوت فات موجود ما بين الخيوط بتاعه التندون، لان التندون دوت عباره عن اربعه ماسلز مع بعض ماسكين في كومن تندون. الباتيلر تندون نفس الحكاية ما يتقطع بيتقطع commonly من عند الاتاتشمنت بتاعته to the lower ball of the patella، وبالتالي الكوادرسيبس هيجر الباتيلا لفوق
وينتج عن كده ما يعرف ب هاي رايدنج باتيلا او اسمها باتيلا ارض. نفس الحكايه، هتلاقي ديسربشن اوف ذا فايبرز وهتلاقي فلويد سيجنال ات ذا اتاتشمنت اوف ذا تندون، اند ذس از ذا نورمال ابييرنس اوف ذا تندون. ده الباتيلا تندون لما يتقطع من اللور بول اوف ذا باتيلا. في بعض الاحيان لو الكوادريسبس اتقطع ياخد حته من الباتيلا معاه لفوق، او الباتيلا تندون لو اتقطع ياخد حته من الباتيلا معاه لتحت. الانجري بتاعت الباتيلا تندون غالبا از يونيلاترال، وبتحصل في الناس اللي بتجري او بتفط لفوق، عشان كده بيسموه شامبرز ني. لما الناس اللي بتوع الوثب العالي والوثب الطويل والوثب بالزانه واي حاجه كده هو عندهم يعني liability لهذا الموضوع. And typically due to sudden contraction of the quadriceps. لما تيجي انت تفط لفوق الكوادريسبس بتنقبض جامد جدا، فتروح شده الباتيلا لفوق فتروح قاطع الايه الباتيلا تاني. كمان لعيبه الكوره المهمين اللي هو بيتصاب في الملاعب وعاوز يكمل الماتش، يدخل الراجل يحقن له حاجه كده اهوت عشان تسكت الوجع عشان يكمل الماتش، اللي هو injection of corticosteroids او anti inflammatory او حاجات كده. وتكرار هذا الكلام احد الاسباب الرئيسيه في ان التندون دوت بيتقطع. ده عيان البتاعه ديت مشت على رجله فقطعت الكوادريسبس تندون، اسف الباتيلر تندون، الباتيلا طلعت لفوق وفي فراجمنتيشن ولاسريشن زي ما انت شايف، وفي حته عضمايه اتفصلت من اللور بول اوف ذا باتيلا، وفي كميه بون سوفت تيشو ايديما اند كونتيوجن موجوده حوالين التندون اللي اتقطع، وده هو ذا نورمال ابييرنس اوف ذا باتيلر تندون. ده باتيلر تندون مقطوع في النص، وما يمنعش ابدا ان هو كومنلي بيتقطع من هنا، ليس كومنلي ممكن يتقطع في النص. نفس الحكايه، في ديفكت وفي إديمة والباتيلا طلعت لفوق. نيجي بقى للتندنايتس. التندنايتس او التندينوزس في الكوادريسبس حاجه واحده، يعني الاكيوت والكرونيك شبه بعض بالظبط. اما في الباتيلا تندون عندنا الاكيوت لي منظر والكرونيك لي منظر. اي حد من اللي بيفط لفوق زي الجماعه دولت كده بيحصل عنده abnormal signal عند upper part of the patellar tendon عند ال attachment to the patella، والسيجنال ده هي بتكون يعني مبيضية شوية في ال T2 وبتكون رمادي طبعا في ال T1. دوت اسمه acute tendinitis أو اسمه jumper's knee. بيأفكت 20% من الناس اللي بتفط فوق سواء السلة أو الوثب مش عارف الإيه والكلام كده، ويؤدي إلى knee pain inferior to the patella associated with jumping or running activities. Treated by anti-inflammatory و physical therapy. الحتة دي طبعا العلاج الطبيعي متفوق فيها جدا جدا. فده normal patellar tendon، وده هو البتيلر تندون اللي هو فيه acute tendinitis. وده نفس الحكاية، البتيلر تندون فيه abnormal signal هنا وهي برضو رمادي في T2، يبقى باتيلر تندنايتس. الباتيلر تندون لما يحصل فيه كرونيك انجري زيه زي اللاترال كولاترال ليجمنت في الانكل. لما نيجي للانكل، الستات اللي بتلبس كعب عالي وكل شويه رجلها تتلوي بتخلي اللاترال كولاترال ليجمنت يبقى تخين جدا جدا بس لونه اسود طبيعي. ودوت نفس الحكايه، الباتيلر تندون في الناس اللي بتفط كتير بيبقى تخين جدا جدا ولكنه لونه اسود طبيعي، دوت بيسموه كرونيك باتيلر تندينيتس او كرونيك انجري اوف ذا باتيلر تندين. يعني كومبير الثيكنس ده بالثيكنس الطبيعي بتاع الباتيلر تندين. اذا الباتيلر تندون لما يكون فيه كرونيك انجري بيكون ادخل من الطبيعي وبيكون مينتيننج اتس نورمال سيجنال اللي هي اسود في التي 1 واسود في T2 and you compare by the thickness of the normal tendon.
نيجي بقى للاسبود شلاتر، وهو عباره عن اوستيونيكروزس او افاسكولار نيكروزس اوف ذا تيبيال تبروس. الافاسكولار نيكروزس زي ما انتم عارفين عباره عن ديد بون بيبقى سكلروتيك ثم فراجمنتد، ويتكون حواليه زي فلويد سيجنال وكده. ده الاصل في الاسبود شلاتر ديزيز، ما هو افاسكولار نيكروزس اوف ذا تيبيال تبروس. بيتشخص في البلين اكس راي لما يكون في مرحله متاخره، بانك انت تلاقي التيبيال تبروزت سكلروتيك وجنبيه بون فراجمنتس كده صغيره. دوت اسمه اوسجود شلاتر ديزيز، كومنلي سين ان ادوليسنت بويز اكتر من الجيرلز، والسن بتاعه حوالي من 10 ل 15 سنه، وممكن يكون بايلاترال في نص الحالات، يعني ممكن الرجلتين تبقى affected bilaterally في حوالي up to 50%. الـ MR جدع جدا في ان هو بيشوف الاسبود شلاتر بدري قبل ما يحصل fragmentation و sclerosis، بان هو يلاقي نمرة واحد ان الـ attachment of the patellar tendon to the tibia فيها abnormal signal، نمرة اتنين ان هو يلاقي fluid signal ما بين التيبيا وما بين البتيلر تندون، نمرة تلاتة ان هو يلاقي بون مارو اديما of the tibia attached to the او adjacent to the patellar tendon. دولت الحاجات اللي هم early بتوع الاسبود شلاتر. بعد شويه يبتدي بقى يحصل sclerosis and fragmentation of the tibial tuberosity اللي هو هيبان في البلين اكس راي. لكن في الاول هتلاقي abnormal signal in the patellar tendon، ميه بتوين التيبيا والباتيلر تندون، بون مارو اديما في الحته بتاعه التيبيا adjacent to the lesion. And this is osgood shlatter disease. There is fluid signal ما بين الباتيلر تندون والتيبيا. There is abnormal signal in the distal part of the patellar tendon. There is some bone marrow edema adjacent to the lesion. بعد كده عندنا حاجة اسمها بري باتيلر برزايتس أو هاوس ميد ني، اللي هو مية subcutaneous anterior to the patella. في برزة هنا هوت، الناس اللي بتزحف على ركبها أو اللي بتمسح الأرض على ركبها والكلام ده كله بيحصل فيه inflammation للبرزة دي، ولما تبقى inflamed تعبي مية ويبقى اسمها بري باتيلر برزايتس. البري باتيلر برزايتس مختلف طبعا عن الجوينت افيوجن، لان الجوينت انفيوجن بيكون ورا الباتيلا، في حين ان الفلويد ده هوت بيكون انتيريور تو ذا باتيلا، وبيكون اسود في التي 1 وابيض في الايه في التي 2. ولو حنت صبغه وخد صبغه ساعتها بيبقى خراج، ما بيكونش مجرد برزايتس بقى، بيكون بايوجينيك انفلاميشن اوف ذا باتيلا بيرز. نيجي بقى للسينوفيال ليجنز، وعندنا الافيوجن والهيمارثروزس والسيست لوز بوديز كوندروماتوزس بيجمنتد فيلو نوديولر ساينوفيال ساركوما لايبوما اربرايزنس وساينوفيال بلايد. الافيوجن سهل قوي تو بي ديتكتد كلينيكالي، تخلي العيان نايم على ظهره تخبط على الباتيلا تلاقيها بتروح بتخط وترجع مكانها، يعني تنزل وتطلع، معناها ان الجوينت جواه ميه والميه موجوده في الحته ديت، وانت عارف ان سوبرا باتيلر بيكون فيه فات، لما الفات يتقفل في البلين اكس راي من غير بقى ام ار ولا سونار ولا حاجه تعرف ان فيه نوع ديفيوجن، بس ما تقدرش تعرف اذا كان دوت ميه عاديه ولا ميه معاها بلاد ولا. لكن في الام ار الافيوجن بيكون مسود في التي 1 وبيض في التي 2، دي بروتون دنسيتي، عشان كده الافيوجن رمادي ما هواش اسم. ساعات يكون في فلويد ليفل في حالات التروما اسمه اف بي اي ساين، يعني فات بلاد انترفيس. الفات بلاد انترفيس يساوي هيم ارثروزس، يعني الجوينت دوت جواه نزيف والنزيف بينزل لتحت والفات بيعوم على وش الميه. فلو عملت سي تي هتلاقي ان ده البلاد وان دوت الفات وان في فلويد ليفل ما بينهم، دوت اسمه فات بلاد interface او FBI secondary to heme arthrosis او lipo heme arthrosis سيان. السيست اللي موجود في البوبليتيال فصة اسمه بوبليتيال سيست او بيكر سيست او gastrocnemius semi membranosus سيست،
كل ديت اسامي لحاجه واحده. وهذا السيست is communicating with the joint space، يعني لما بيكون في effusion الافيوجن ممكن يرجع لورا ويعبي البيكر سيست. البيكر سيست ممكن يعمل وجع وسويلنج في البوبليت الفصه، ولو ربشرد بتبقى مشكله رهيبه جدا. يعني البيكر سيست لو حصل ان هو انفجر والسينوفيال فلويد اللي جواه طلع بيعمل سيفير انفلاميشن اوف ذا ليج لدرجه ان هو بيتلخبط في الاكيوت ديب فينس ريموز. الرجل بتبقى ورمه جدا وحمرة جدا وبيبقى فيها مشكله. فمن حسن الحظ يعني ان هو مش بيربشر كتير. لكن لما يكون حجمه مستفحل زي ما حضراتكم شايفين ممكن دوت يكون لايبل للتروما والربشر. والبيكر سيست ممكن يكون يوني لوكيلر وممكن يكون مالتي لوكيلر. اللوز بوديز عباره عن كالسيفايد فريلي موبايل ليجنز ان ذا ني، ممكن يكون واحد وممكن يكون شويه. يستحب انك انت في اللوز بوديز يكون معاك البلين اكس راي بتساعدك في التشخيص بالذات لو انت بتكتب حالات الام ار. اشهر حاجه تؤدي الى وجود اللوز بوديز في الركبه هو الاوستيوارثرايتس. الاوستيوارثرايتس بيعمل ناروينج اوف ذا جوينت سبيس، بيعمل سبكوندرال بون سكليروزس، بيعمل مارجنال اوستيوفيتيك ليبنج، بيعمل سبكوندرال سودو سيستيك تشينجز، بيعمل انتر ارتيكولار جاس، وبيعمل لوز بوديز نتيجه ان الاوستيوفايت بتتكسر وتبقى ان ذا فورم اوف لوز بودي. لكن اللوز بوديز بتاعت الاوستيوارثرايتس عددهم محدود، يعني ما هماش كتار قوي، واحد او اثنين او ثلاثه. لكن لما تكتر عن كده بندخل في الديزيز اللي بعده. الاوستيوارثرايتس في الركبه لما تكتب الام ار مهم جدا انك انت تبص على الارتيكولار كارتلج. والارتيكولار كارتلج هو اللي بيبطن الفيمر واللي بيبطن التيبيا واللي بيبطن الباتيل. نفس الحكايه لان انت عندك دلوقتي ثلاثه ارتيكولار سيرفيسز، التيبيو فيمورال والاثنين اسف التيبيو فيمورال والباتيلو فيمورال. الكلمه دي بتتكتب كتير في التقارير، denudation of the articular cartilage، يعني degeneration and loss of thickness of the articular cartilage. narrowing of the joint space زيه بالبلين اكس راي، subchondral bone sclerosis زيه بالبلين اكس راي، osteophytes نفس الحكايه، subchondral pseudocystic changes مفيش هنا، interarticular gas برضه مفيش هنا، loose bodies برضه مفيش هنا. لكن اللي واضح قوي هو موضوع الارتيكولار كارتليج اوف ذا باتيلا. اذا كان الارتيكولار كارتليج بتاع الباتيلا بس هو اللي خربان والباقي كله كويس دوت اسمه كوندروماليشي. اما لو كان الارتيكولار كارتليج بتاع الركبه التيبيو فيمورال والباتيلا خربان كل دوت اسمه اوستيو ارثرايتس. عشان ما حدش يكتب في التقرير ان العيان عنده اوستيو ارثرايتس وعنده كوندروماليشي. الاثنين مع بعض على هيلابين على بعض اسمهم osteoarthritis. فمثلا هنا this is the articular cartilage of the femur وده articular cartilage of the tibia. لو انت عاوز تشوفهم كويس قوي تعمل الماجنتيزيشن ترانسفير. لكن هنا على الميديال اسبكت مفيش articular cartilage ومفيش هنا وفي bone sclerosis زي ما انت شايف كده ان الكورتكس ديت از سكلوروتيك. المينيسكوس هنا تقريبا تلاشى. تلاشى يعني بقى totally degenerated بيسموه macerated meniscus. macerated meniscus طبعا دوت مش هيخرج اصلا بره الركبه ولان هو اصلا is totally degenerated فمش هيكون في meniscal extrusion. لكن المينيسكوس هنا is totally degenerated and replaced by fluid thickening. نتيجه احتكاك العظم ببعضيه بيطلع بون مارو اديما. البون مارو اديما ديت ديجنريتيف بون مارو اديما نتيجه الفريكشن اللي شغال ما بين التيبيا وما بين الفيم. اما اللوز بودز لو كانت اكتر من الطبيعي زي ما حضراتكم شايفين فالديزيز دوت اسمه ساينوفيال اوستيوكوندروماتوزيس وفي منه نوعين. ذا برايمري تايب ديو تو ميتابليزيا اوف ذا ساينوفيوم انتو كارتليج والكارتليج بعد كده بيكالسيفاي.
السكندري تايب غالبا بيكون سكندري تو تروما، وهي اللي ادت الى فورميشن اوف ذيس لوز بوديز ان ذا جوينت. اللوز بوديز ممكن تبقى موجوده ومش كالسيفاي، then you will not see by الاكس راي، لكن هتشوف ممكن تشوفهم بالسي تي، ممكن تشوفهم بالام ار، ممكن تشوفهم بالجدع جدا اللي هو الالترا ساوند. لو كانوا موجودين في الاكس راي فدي على علامه مميزه جدا اسمها بوب كورن ابييرنس، انك انت تلاقي كان في فشار في الركب، ودوت معناها انك انت يو ار ديلينج ويز ساينوفيال اوستيو كوندروماتوس. وجود هذا الكم من اللوز بوديز طبعا بيبوظ الميكانكس بتاعه الركبه ويعجل بالديفلوبمنت اوف اوستيو ارثرايتس. في الام ار اللوز بوديز معظمها بيبان اسود لانها ميد اوف كورتيكال بون، فبتبقى سودة في التي 1 وسودة في التي 2. هذا الكم طبعا لابد ان هو يكون ديو تو ساينوفيال اوستيوكوندروماتوس. And this is another example, multiple calcified loose bodies within the knee joint denoting synovial osteochondromatosis. ال pigmented villonodular synovitis السبب بتاعه مش معروف، يعني مش عارفين اذا كان تيومر ولا انفكشن، لكن هو بيأفكت اي حته فيها synovium سواء كان البرزة او الجوينت سبيس او التندون شيز، ودوت بيكون نتيجة synovial hypertrophy ويحصل فيه hemosiderin deposition. الهيموسيدرين ديبوزيشن بيخلي التيشوز اللي نزل جواها تبقى سودة جدا. الهيموسيدرين زي ما عرفتوا في البرين بقى اسود في التي 1 وجيت بلاك في التي 2. الليجنز بتاعت البيجمنتد فيلو نودولار دو نوت كالسيفاي، عشان كده البيجمنتد فيلو نودولار ما بيتشافش في البليد اكس راي، بيبقى محتاج الام ار. الام ار بيوري areas of low signal intensity في كل البال سيكونسز، في التي 2 بالذات بيبقى ضل ظلام دامس، لكن مهم جدا انك انت لو حقنته صبغه بياخد صبغه. بيجمنتد فيلو نودولار سينوفايتس لو حقنته صبغه بياخد صبغه. This is a mono articular disease، يعني بيأفكت جوينت بس لوحده مش بولي articular، والمكان ده هوت بتاع السايكولوج فاكره؟ هو ده المشهور قوي في البيجمنتد فيلو نودول. ايه الفرق بينه وبين السايكولوج؟ ان السايكولوج ده جاي في عمليه وفي اس ال ريكونستراكشن وما اعرفش مين الكلام، لكن دوت ما فيش عمليات ولا حاجه. الليشن ده هوت اسود، لو حقنت السايكولوج صبغه ما بياخدش صبغه، لكن لو حقنت البيجمنتد فيلو نودول سينوفايتس بتاخد صبغه، والعلاج بتاعها استريتمنت باي ساينوفيكتومي. And this is the classic appearance. قبل ما تفوت على تشخيص السايكلوب تشوف اصلا في عمليات ولا مفيش عمليات، في اس ال مش عارف ايه، لكن this is mass in the anterior aspect of the knee، بتكون سودة في كله بالذات في التي 2 او في الستير، بتكون السواده بتاعتها مستفحله جدا، ولو حقنتها صبغه تاخد صبغه زي ما انت شايف كده، في سوادات كتيره in the back of the joint، في سوادات قدام، ولما تحقنها صبغه بتاخد سبب. السن بتاع العيانين على حسب ما الليترتشر بتقول ان هو من 20 ل 45، والرجاله زي الستات تقريبا، لكن البيجمنت ده ما فيش جوينت ممكن يعدي منه، يعني اي جوينت ينفع يجي فيه بيجمنتد فيلو نودولار سينوفايتس زي الشولدر وزي الانكل وزي الالبو وزي كله. Then you see multiple intrasynovial masses، والماسز ديت بتكون سودة في التي 1 وسودة في التي 2، ولما تحقنها صبغة يحصل لها contrast enhancement. ديت واحدة من العلامات المهمة بتاعة البيجمنتد فيلو نودولار سينوفايتس. Then enhancement after contrast injection مهم. في الاكس راي ممكن ما تشوفش حاجة، لكن لو كانت البيجمنتد فيلو نودولار كرونيك هتلاقي أرقضة في العظم، فهتلاقي في ايروجنز في الفيمر وايروجنز في التيبيا وايروجنز في الباتيلا. لما احنا كنا في يعني الماجستير والكلام دوت كان